سمعي لولو، أول ما طلعي من الأربعين باخذك وفرقت خلق دول الأوروبية تستشهد أبي هذه الديرة وهذه الديرة وهذه الديرة وهذه الديرة، كل ديرة من 4 إلى 5 أيام بونسك وناسة ما صارت ولا استوت. مشكور ما أبي أسافر. ما تسافرين؟ ليش؟ مصاير؟ بربي ولدي. صح هنا احنا صح لازم تين قاعدين هن اغلب حريم الديره ربوا العيال وانت العنايه ولدك ما عليه شيء قاعد بيومك هني ويا اخو ناصر واستاذ سورد بيت عود ياخذوا راحتهم بعدين ادام والدك موجوده اتحاكي. لا ماندا ولدك ناصر كبير ولدي صغير ما يصير اهدى هالفتره. متى ما تنقب رايت السفرة قولي لي وأنا حاضرة. سعد ممكن أسألك سؤال وتجاوبني بصراحة؟ آهل ليش ما تنذابحني؟ أنت تدري أني أنا ما أقصد كذي. أسأل ولا ما أسأل؟ هو جاوبك صراحة يعني أنا قاعد أشذب عليك وأنا بقول صراحة سألي أخضر عنه أنا حاضر. شهادتك أصلية ولا مزورة؟ لا حول ولا لا لا حول ولا قوة إلا بالله. دمتي هذا السؤال أنت من صدقك؟ الحين الموضوع صار له فوق السنتين وأنا طلعت براءة من نيابة ما فيني إلا العافية، الحين جاي تسأليني شهادتك أصلية ولا مزورة؟ أنت تدرين أن الفاسدين كانوا يبون راسي وهم لفقوا لي هذه التهمة وقطوا لي في السجن والحمد لله الحين أنا طلعت ما فيني إلا العافية وراح أصير لهم مثل العظم في البيعون. الفاسدين بقعد لهم قاعدة أنا شعد سواري أصلي وطلعت براءة من النيابة ما فيني إلا العافية شفيك أنت يا تسرين الحين بعد سنتيك يا لا صراحة أنت اليوم مو طبيعية لا فيك شيء والله شهادتك أصلية ولا مزورة لا حول ولا قوة كل يقول نام مظلوم ولا تنام ظالم الحمد لله أنا انظلمت بس ما ظلمت.